تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بتنفيذ حملات توعوية حول مخاطر الحريق، وذلك في إطار جهودها في تعزيز السلامة العامة في المجمعات والأسواق التجارية. إلى التفاصيل. تنفذ الإدارة العامة للدفاع المدني برامجها التوعوية والتثقيفية ضمن جهودها في مواجهة الحوادث والحرائق والحد من أسبابها. وفي هذا الإطار أطلقت إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية حول متطلبات الوقاية من الحريق في المجمعات والأسواق التجارية. تقوم إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بعمل حملات توعوية بمختلف المناطق والأماكن بالمملكة. طبعا في هذه الحملات يكون في شراكة مجتمعية، يكون فيها تبادل معلومات، ويكون فيها التأكد من توفير متطلبات الوقاية من الحريق في المنشآت. طبعا التأكد من هذه المتطلبات يتم عن طريق عمليات فحص ميدانية نتأكد منها من توفير المتطلبات. من أكثر المتطلبات الموجودة في المنشآت هي أنظمة الإنذار من الحريق وأنظمة الإطفاء أو مكافحة الحريق، ويتم العمل على التفتيش عن طريق إرسال مفتشين فنيين إلى هذه المواقع، وهذه كلها لتوفير أعلى معايير السلامة في المملكة. وبالتوازي مع الجهود التوعوية، فإن إدارة الحماية والسلامة لم تغفل عن الدور الرقابي بضرورة توفير متطلبات الوقاية من الحريق في المنشآت. كواشف الدخان، في عندنا نوع كاشف الدخان وكاشف الحرارة، وين مكان ما تستخدمهم. كاشف الحرارة يكون في المطبخ، وكاشف الدخان راح يكون في الأماكن المفتوحة. استخدام المدربين على شلون يستعملون طفاية الحريق، شلون يخلون المكان، شلون يساعدون الزبائن مشان يخلون المكان، اللي هي تبين لك وين مكان وقوع الخلل أو الحريق مثلا. والطفايات تعرفين تستخدمينها، اللي هي تكون نوعين، نوع ماي ونوع CO2. المواطن والمقيم الواعي أو الشخص الواعي هو العامل الأساسي في تقليل من وقوع الحوادث، وذلك من خلال الإجراءات السليمة اللي ممكن هو يتخذها في حال وقوع هذه الحوادث. أيضا الشخص الواعي هو الرديف الأساسي للدفاع المدني، لأنه راح يكون موجود في موقع الحادث قبل وجود الدفاع المدني نفسه. لذلك احنا كإدارة نحرص على تعزيز هذا الدور من خلال نشر ثقافة السلامة وتعليمه الطريقة الصحيحة أو الطريقة السليمة لاستخدام أدوات السلامة والوقاية مثل أنظمة الإنذار والإطفاء. وأيضا في النهاية لازم نعلمه الطريقة الصحيحة أنه هو يقوم بالبلاغ في حال وقوع الحادث. إنما تبديه الإدارة العامة للدفاع المدني من اهتمام بالغ في تأهيل منتسبيها بسرعة الاستجابة للتعامل مع كافة البلاغات، ما هو إلا إيمانا منها في تطبيق رسالتها النبيلة لحماية الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية من شتى أنواع المخاطر.